فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في وجه آخر من مشابهة صراط أهل الجحيم، وقال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه. وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا، وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة ولا العلم شيئا، بل يرى المتمسك بها منقطعا عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ذكر الشيخ رحمه الله في معنى هذه الآية أن كلا من الطائفتين يجحد ما عند الأخرى من الحق، وذلك من أجل أن ينتصر لنفسه ويعتبر نفسه هو المحق وأن غيره على الباطل، وهذه مصادرة للحق ممن كان معه من الخصوم، وهذا أمر لا يجوز، بل الواجب الاعتراف بما عند المخالف من الحق وبيان ما عنده من الباطل، هذا هو الإنصاف والعدل، أنك إذا رددت على شخص فإنك تبين ما عنده من الحق وترد على ما عنده من الباطل. شابه اليهود والنصارى في هذا من هذه الأمة بعض المتفقهة والمتصوفة فريقان، فالمتفقهة يرون أن المتصوفة ليسوا على شيء مطلقا وأنهم ضلال ليس عندهم من الحق شيء، وكذلك العكس، المتصوفة يرون المتفقهة ليس عندهم عبادة وليس عندهم زهد وليسوا على شيء، وهذا ظلم وجور من كلا الطائفتين، فالواجب الإنصاف مع الخصوم مع المخالفين وألا يجحد الحق مع من كان، وأما الباطل فإنه يبين ويرد. نعم.